كلمات اللهجات هذه الكلمات اللي انتم طلبتوها مني في البث. اها كلمة توهق يعني تورط، احتار في الامر وصار صعب عليه وهو ما عرف كيف يحل المشكلة، هذه في لهجتنا. الكلمة اصلها عربي وهي في المعجم الوسيط وهق الشيء عنه، وهقه، وهق البعير البعيرة، مد كل واحد منها عنقه في السير وبار الآخرة، وهق فلانا جعل الوهق في عنقه وأعلقه به، جعل الوهق في عنقه وأعلقه به. أي فهذا هو الأصل العربي الفصيح الذي أصبح في عاميتنا تعبير عن الحبس والربط، وإن الشخص ما عرف يتحرك أو يتصرف بالشكل المطلوب. بعاميتنا أن تورط، سواء تورط بكلام بوثيقة بواجب، راح المعنى عن أساسه اللي هو ربط بالحبل، فأصبح تعبير عن أي ورطة.